في ذكرى تحرير سيناء، أجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع مجموعة من مشايخ وعواقل سيناء. احنا النهارده طبعا زي ما حضراتكم شايفين في عيد تحرير سيناء، ده عيد مناسبه ذكرى عطره على قلوب ابناء سيناء وكلوليتهم. العيد ده ما جاش من فراغ، والتضحيات والامن والاستقرار اللي احنا بننعم به النهارده ده ما جاش من فراغ، ده جاء بتضحيات ابطال سالت دمائهم على ارض محافظه جنوب سيناء. احنا كنا في حرب والنهارده في تعمير، النهارده سيناء بتتعمر بسواعد ابنائها المخلصين الابرار. زي ما حضراتكم شايفين النهارده احنا بنحتفل سويا، سيناء مش اقتصرت على البدو بس، ولكن سيناء اختلط النسيج الوطني بين حضر وبدوي وبقينا كلنا نسيج واحد الحمد لله. النهارده بننعم بالامن، بننعم بالتعمير، النهارده في طفره تنمويه لم يسبق لها مثيل على مر التاريخ. محافظه جنوب سيناء النهارده فيها جامعات، فيها مستشفيات، فيها طرق دوليه، النهارده عشان تيجي من نفق لشرم الشيخ في الاربع ساعات طريق دولي، ده انجاز في حد ذاته. النهارده كل مدينه من مدن المحافظه فيها مستشفى، الصحة دي مهمة بالنسبة لنا طبعا كليتنا، طرق في كل المدن، بنية تحتية في كل المدن، تعمير لم يسبق له مثيل فعلا. النهاردة احنا بننعم بكل الناس اللي حضرت وشاركت معانا في تحرير سيناء، والنهاردة كليتنا لازم نوصل رسالة لأبنائنا ان احنا سيرين على درب أبهاتنا وأجدادنا. سيناء دي عرق سال عليها ودم ناس أبطال سال عليها، فواجب علينا احنا كشباب أو جيل طالع ان احنا نورث الكلام ده لأجيال جيل بعد جيل، بأن سيناء دي لازم نحافظ عليها لأن هي فعلا موطن لكل المصريين. النهارده فيها سياحة من كل جنسيات العالم والسياحة المصرية، فيها تعمير، فيها مدينة شرم الشيخ، فيها ميناء نويبع، فيها مدينة التجلي، مدينة سانت كاترين، فيها مدينة دهب منبع السياحة ومصدر السياحة، فيها راس سدر، فيها بوزنيمة، فيها برديس، فيها المحافظة، فيها عاصمة المحافظة طور سيناء اللي كلها تطورات وكلها مدارس وجامعات. النهارده احنا كليتنا بنحتفل مع سيادة المحافظ في المحافظة بعيد تحرير سيناء، بنوجه رسالة لكل المصريين من محافظة جنوب سيناء، من مدينة طور سيناء المحافظة، بنقول كل سنة وانتم طيبين، وسيناء في أمن وأمان، سيناء في أمن وأمان، محدش يقلق على سيناء، فيها أبطال، فيها رجال، حافظوا عليها إن شاء الله، ولا حد يفكر إنه يبص لسيناء حتى لو نظرة بعينه، لأن فعلا فيها ناس يستحقوا إنهم يعيشوا عليها بكرامة وعزة وشرف. تحيا مصر، كل سنة وانتم طيبين. طبعا سيناء ما جاتش بالسهل، شهدت سيناء من الحروب أجيال وأجيال، ولكن نصر أكتوبر العظيم خلانا طبعا نعيش بعز وفخر إلى الآن، وكملت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الأمن والأمان في مصر وعروة مصر كلها. طبعا تحية وتقدير لهذا الرجل اللي ما فعله لمصر من إنجازات ومن حاجات كثيرة، طبعا النهاردة بنفخر بيها على 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 الارض، زي المشاريع الموجوده عندنا في محافظه جنوب سيناء النهارده، زي المشاريع الموجوده في شمال سيناء. طبعا لا، في تغيير جذري في حاجات كثير، طبعا في الطرق، شباب الطرق، في التعليم، في الصحه، ده كله ده احنا بنلمسه، يعني بنلمسه النهارده بشكل جاد، مش كلام بس، لا في فعل وفي حاجه محترمه على الطريق.